الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في الجلسة الثانية من سلسلة فهم سيكولوجية الزول السوداني. الحلقة الأولى كانت قبل أيام معدودة وكانت عن مخيال المجتمع، مخيال الفرد. اليوم هيكمل الأستاذ محمد جمال الدين الباحث والمختص في علم الاجتماع في الحلقة الثانية عن قضايا الحرب والسلام، الإقصاء والإقصاء المضاد والعنصرية في السودان. مساء الخير أستاذ محمد جمال، مرحبا بك مرة ثانية. اهلا 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 بك استاذ انور، وتحيه مجدده للشباب والشابات في مبادره الباحثين السودانيين. كلام جميل، وانا سعيد انه التقيكم للمره الثانيه اونلاين ونتشاور ونتحدث مع بعض. نحن عندنا ازمه كبيره جدا، بعتقد انه لازم نعمل فيها العلم، ونعمل فيها كل ما أمكن من البحث والنظر عشان نمرق لقدام، لأنه لا حضارة تصنع بلا علم، طبعا مستحيل، ولازم يكون يبقى عندنا خطة. الفرد عنده خطة، والجماعة عندها خطة، والدولة عندها خطة. ده المعيار الوحيد في التاريخ وفي الحاضر للأمم صنعت حضارات، يعني نهضت وعملت استقرار وسلام وعملت حضارة. لازم الفرد يكون عنده بلان، والمجتمع يكون عنده بلان، والدولة تكون عندها بلان، وهذه البلان ما بتكون بدون علم. العلم ده شوية ولا كثير ما ضروري، لكن لازم يكون في علم. في علم بشنو؟ في علم بالواقع الاجتماعي، وفي علم بالذات الفردية والذات الجماعية. وبالتالي هسه أنا بحاول أعمل ملخص للحلقة الفاتت. قلنا في الحلقة الفاتت بأنه نحن في زعم أنه مشاكلنا في السودان قايمة على الجهل بذاتنا الجماعية، ومشاكلنا قايمة على الجهل بالبيئة الطبيعية المحيطة بنا. ما عندنا وعي بذاتنا الجماعية، لذا الزول اللي ما عنده وعي بذاته الجماعية ما بيكون عندك إحساس شعور مؤكد بالمصلحة المشتركة مع الجماعة مع الجماعات اللي معك. ولما يكون ما عندك إحساس بالمصلحة المشتركة، ما بيكون عندك إحساس بالمصير المشترك. إذا ما عندك إحساس بالتحديات المشتركة، إذا بيكون في حاجة خطيرة، ما في احترام مشترك. وهذا بالضبط ما يحدث. يعني نحن ما عندنا هن يقول لك ده غرابي وده هدندوي، والهدندوي يقول لك ده بتاع بحر ساكت، والغرابي يقول لك ناس البحر، والجنوبيين عندنا فيهم رأي وهم عندهم رأي فينا، الحلفاويين عندهم رأي بين التانيين، غرقوا حلفة القديمة العظيمة، هكذا. دي القصة. ما في إحساس بالمصلحة المشتركة، بالتالي ما في إحساس بالتحديات المشتركة، إذن شنو؟ ما في احترام مشترك، وده قائم على إنه إحنا جاهلين بالعناصر دي كلها. هذا هو الزعم وهذا هو الإدعاء. وفي المرة الفاتت قلنا إنه نحن وصفنا الحالة السودانية بقدر الإمكان، طبعا بشكل مختصر وطبعا مؤكد غير وافي، الزمن يعني ما بيسمح. لازم بالتالي نحن عندنا عدة حلقات، الحلقات دي دايرة الصبر. وأنا بقول لكم حاجة، إنه في ثلاثة ناس ما تستعجلوا: الحلاق والطباخ والباحث الاجتماعي. لأنه إذا استعجلت الحلاق حيطلع لك شعرك مزعمر، وإذا استعجلت الطباخ حيطلع لك الطبيخ ما نظيف. والباحث الاجتماعي ده طبعا حاجة أضفتها من عندي، إنه نحن محتاجين نتشاور في تفاصيل التفاصيل. لأنه ليه؟ لأنه في الحقيقة البحث اللي أنا بسميه سيكولوجية الزول السوداني ده، للأسف الشديد ما في أبحاث كثيرة زيه، وما في وعي اجتماعي سائد بيبحث في ذاتنا الجماعية، بيبحث في سيكولوجية الفرد من حيث هو عنصر في الجماعة وعنصر من الجماعة. وما عندنا كمان أبحاث قائمة على دراسة المجتمع. يعني أنا أقول لكم معلومة مدهشة جدا قد تكون للبعض. أنت عارف إنه المجتمع المدني السوداني هنالك مجرد مقالات، ما في كتابين ولا ثلاثة كتب عن المجتمع المدني السوداني. نحن مكتبتنا فقيرة جدا، بالتالي الزعم إنه وعينا بذاتنا الجماعية شوية.
وانا سي طبعا شايف دكتور انور ما في، ما عارف اللي حصل شنو. دكتور انور ما اقدر اعمل لك ديستراكشن، بس انا لا قاعد لا بسمع بس خلاص، انا بس انا يعني لا كده حبيبي. انك بس سامع. ايوه جيد جدا، ما فيش مشاكل، انت تاخذ راحتك الله يسلمك. وانا حواصل اقول ارجع تاني للتاريخ. انا قلت قبل لازم نحن ما نستعجل، اول شيء لازم نواصل في قراية الحالة، وكمان نواصل في قراية الحالات اللي حولنا في العالم، عشان بعد ذاك نجي يعني ما في زول يطلب حبوبة وحقنة هسي طوالي، يعني العلاج ما هسي. طبعا دي كلها امثلة مني فكاهية، على امل انه احتفظ بكم للاستماع، وانا سعيد بكم وانه مع بعض نحن نصل لشيء. انا قلت حارجع تاني نعاين تاني للحالة قبل ما نمشي لشنو سيكولوجية الزول السوداني على وجه الخصوص. اولا الحالة الحاضرة هسه في الواقع السوداني ده هي دي حالة متكررة في التاريخ، يعني الناس اللي بيفترضوا بانه التاريخ ده كان جميل ويا لروعة الماضي، ده كلام ما صحيح. برغم يعني عنت وسوء ما يتراءس اللحظة الراهنة بما فيها من دماء وعذابات وانشغاغات وإغصاء وإغصاء مضاد وحروب ومؤامرات، هي تصور حاجة غريبة جدا حقولها ومدهشة، إنه هي أفضل من الماضي، أفضل من كل لحظات الماضي. هقول لكم كيف. أولا السودان مر الرقعة الجغرافية الحالية دي، طبعا ما كان اسمها السودان، عندها أسماء مختلفة في لحظات تاريخية مختلفة. وكمان حاجة مهمة جدا إنه الرقعة الجغرافية دي كانت بتكون أكبر، ومرات كثيرة جدا بتكون أصغر. معظم الوقت هي كانت دويلات، لم تكن أبدا على وجه التاريخ كانت دولة واحدة. السلفية اللي بترجع، السلفية دي ما الوهابية بس، السلفية اللي بترجع الناس إنه الماضي كان جميل وأجمل ما يكون، الكلام ده ما صحيح، لأن الماضي فيه إشراغات جميلة جدا صحيح، لكن الإشراغات دي فيها كمية من العلل، ثم إنه الإشراغات دي لم تتواصل. أنا هقول لكم كيف. أولا السودان الوسيط اللي بنعرفه نحن مر بالمرحلة بتاعت كوش، ومرحلة كوش لحظة في التاريخ يعني، وده اسم مجازي لأنه كوش دي كان عندها أسماء كثيرة جدا، كانت نبتة وكانت مروي وكانت الممالك المسيحية وهكذا يعني. ثم بعد ذاك بعد الممالك المسيحية جاء السنار، وبعد السنار جاء الأتراك، وبعد الأتراك جاءت المهدية، وبعد المهدية جاء الإنجليز، وبعد الإنجليز جاء العهد المستقل اللي هو جينا نحن تاني نحكم نفسنا، ولكن نسبة للتنوع الكثيف ولأنه ما عندنا بلان ما قدرنا نحقق وحدة السودان، وما قدرنا نعمل استقرار لغاية هسي. أنا قلت شنو، إنه التاريخ يشبه الحاضر، يعني التاريخ السحيق ما حنتكلم فيه كثير، يعني كان مؤكد في كوش، وكان في معظم زمان كوش كان الإله اسمه آمون، والإله ده طبعا مؤكد هو غيب، هو روحانيات، كان في ممارسة روحانية، لكن كانت أهم بنيات أجين هي البنيات العرقية والعشائرية. أي دولة، والدليل إنه الدولة كان بيحكمها ملوك، أي دولة في التاريخ بيحكمها ملك لابد أن تكون البنيات الغبلية والعشائرية هي الأعلى، لأن الملك نفسه هو عشيرة طبعا مؤكد وهو قبيلة. فإذا رجعت هنا لأوروبا، القبيلة انتهت، لكن القبيلة انتهت وانتهى دوره في السياسة وانتهى دوره في تشكيل مخيال الفرد، القبيلة والعشيرة. لكن لو تلاحظ الأسر المالكة تخلت عن السلطة طوعا أو عسفا، لكنها ظلت قاعدة، دي ذات عشيرة، الأسر المالكة نفسها عشيرة، يعني في أوروبا نفسها في أنماط من العشيرة ظلت غائمة، زي مرسيدس، مرسيدس دي بتاع شركة المرسيدس أصلا فاميلي، فاميلي ما عادت فاميلي، دي أسرة ممتدة، دي عشيرة، قبيلة المرسيدس بالمناسبة. عندنا أنا ساكن في هولندا، مقيم في هولندا، عندنا حاجة اسمها هينيكن، دي بير، بيرة معروفة، الناس اللي بيعرفوها شديد جدا في العالم كله، من أشهر الماركات بتاعت البيرة في العالم. دي أسرة هينيكن، ده كان رجل محدد في التاريخ حوالي قبل 300 سنة تقريبا،
أسس شركة البيرة دي، ثم توارثت الأسرة اللي أصبحت ممتدة، أصبحت عشيرة. فشنو العشيرة في أوروبا؟ صحيح انتهت، لكن ما بشكل حاسم. أنا هنا داير أرجع وأقول لكم إنه مسألة القبيلة والعشيرة دي في السودان دي مسألة خطيرة جدا، لازم نعيلها وما بتنتهي قريب. حتى لما تسود الرأسمالية والحداثة هي بتعرف تأغلم نفسها. ولو تلاحظ الآن، تنظر إلى نظام عظيم زي المملكة العربية السعودية، وزي الإمارات سيستم حديث جدا، وزي قطر نظام حديث جدا جدا، ونظام حقق رفاهية لشعوبه. هذا النظام ما زالت القبيلة استطاعت تأغلم نفسها مع الرأسمالية، واستطاعت تأغلم نفسها مع الحداثة والمكانات الحديثة. شفت كيف؟ نحن عندنا في السودان مسألة القبيلة والعشيرة ومسألة الطريقة الصوفية ومسألة الطائفة دي حتظل وقت طويل جدا. أنا بتوقع 100 سنة. يعني الناس اللي بيفترضوا بأنه القصة دي حتنتهي قريب، لا أبشركم يعني بخير، وهي فيها خير. يعني لازم نعيلها في السياق طبعا، لأنه دي بنيات اجتماعية أصيلة لازم نتعامل معها. زي ما فيها شر فيها خير، زيها ما زي البنيات الحديثة، زيها ما زي النغابات، النغابات دي فيها شر وفيها خير، زيها ما زي الأحزاب الحديثة، الأحزاب الحديثة دي فيها شر وفيها خير. ممكن يعملوا حاجات كويسة، ممكن يساهموا في الثقافة والحداثة، لكنهم برضو ممكن يعملوا تصفيات يعني للناس، تصفيات معنوية وربما تصفيات جسدية، وممكن يعملوا انقلابات عسكرية يعني يسطو على السلطة غصبا عن الجماعة الموجودة في الرقعة الجغرافية. وهذا حدث مرات عديدة في السودان. بالتالي نحن مسألة القبيلة والعشيرة دي أنا مركز عليها جدا، لأنه هي مشكلة 70% من مخيالنا، مشكلة 70% حسب إحصائية أنا عملتها، يعني مشكلة 70% من مخيالنا. وحتى لو أنت ما عندك قبيلة أو أنت رافض ذلك، وكلنا نفعل إنه نحن يعني أنا هل عارفين قبيلتهم شنو تماما، أمي عارفة وأبوي عارف، أنا ناكر الحاجة دي باعتبار نحن جيل حديث ونحن مع المدنية الحديثة. نحن في الحقيقة ما قبليين ولا عشاريين ولا بنقسم الناس على أساس الدم. حتى لما جيت هنا هولندا عندهم فقرة بيسألوا الناس، لأنهم جوم الصوماليين والأفغانيين والناس دي كلها عندها قبائل. أنا قالوا لي قبيلتك شنو في الانترفيو، أنا جيت لاجي زمان قلت لهم لا ما عندي قبيلة. قال لي اللي وقف الانترفيو كل الناس عندهم قبيلة، تقول لي ما عندك كيف يعني؟ في النهاية حتى أخذ مني وقت حتى قعدت شرحت لي يا أستاذ، يا أخي أمي وأبوي بيقولوا قبيلتهم كده، جعليين مسلمية، وفي ناس بيقولوا حاجات تانية يعني من السودان كله، فور زغاوة بيجا هدندوة محس، كل الناس قال لي بيقولوا كده، انت ليه بس تقول ما عندك؟ في النهاية اضطريت اقول ليه، لكن انا وريته بانه انا انفي هذا الوعي، وانا بفتكر كل البشر واحد بما فيهم انت شخصيا الخواج النصراني ده، وقد يكون ما نصراني يعني، انا قصدي لك اهلنا يعني في الماضي كانوا بيقولوا كده، وكان حبوبتي زي كل حبوباتنا لما كان يعني تزعل منك بتقول لك ليك حال الترك والنصارى حاجه زي كده، وفي ناس بيقولوا التعايشه والنصارى حسب موقعك من الرؤيه وحسب يعني موقعك من التاريخ الصعب. ونحن بنتحدث انه قلنا التاريخ يشبه الحاضر، بانه انا رجعتكم بانه كوش نفسها كان فيها صراعات ولم تستطع إدارة التنوع، لذلك انتهت من التاريخ. ليه كوش ما قاعدة؟ كوش ليه ما تواصلت؟ ما تواصلت لأنه في الحقيقة نفس اللحظة الراهنة كل الحضارات بتنهار، لأنها لما تبلغ شأوا كبيرا من التكنولوجيا بالمقارنة لزمانة بيحصل فيها تنوع كثيف جدا. التنوع ده بيصعب إدارته، ده بيحصل، ده أدى إلى انهيار الحضارة الأغريقية والحضارة الرومانية والحضارة الساسانية الفارسية، وأدى إلى انهيار الحضارة العربية الإسلامية. يعني التتار اتضربوا بغداد سنة 1250، التتار ديل في الحقيقة لو جو قبل 100 سنة من تاريخ جيتهم دي لا يستطيعوا أصلا، ما كان بيحلم وما كان بيفكروا، لأنه كان في تماسك وكان في قوة. لكن في لحظة ما تم تنوع كثيف،
لم تستطع الآلية والمخيال بتاع الدولة في لح تفوق على مخيال الحضارة التنوع، فبيصعب إدارته فبيؤدي إلى انهيار شنو الحضارة. تجاهك كده يا استاذ محمد جدا في الحته دي تحديدا، اسي نعم العالم كله بيدعو للتنوع، يعني الكنديين الامريكان وكل تلقى المهاجرين الافارقه في السنابك والبتاع ده كله تمام على اساس انه يصلوا الحته اللي فيها التنوع دي، فكيف التنوع ايوه بيهدم ايوه الحضاره؟ ايوه طبعا طبعا. هسه انا ما بقول التنوع كعب، لا ابدا. التنوع طبعا يعني هسه انت لو عندك مائده فيها صحن بتاع فول واحد، وعندك مائده ثانيه فيها صحن بتاع فول وكبده وكوارع وسلطات وكذا، طبعا بيكون ده الافضل. ونفيد في كمونيه دي عشان ناكلها كدول سوداني، يعني انت بتمشي للصينيه المنوع. نعم لكن المشكله انه الصينيه المنوعه دي برضه بيكون فيها حليب وبيكون فيها سمك، اذا انت لخبطت الاكل ده كله ممكن يعمل لك اسهال ان لم تكن عارف بالضبط انك انت التنوع ده تديره بتاع الصينيه ده. اللي بيحصل بانه التنوع طبعا مهم جدا، لانه انت لما يكون عندك تنوع بيكون عندك ناس بينتجوا زراعه كويسه، وبيكون عندك رعاه، بيكون عندك صناع، ناس بيعملوا في عملك السيوف عشان تحارب، وناس بيعملوا عملك الحراب، وناس بيعملوا عملك دواء ولقاحات زي ابن سينا وابن رشد وزي ناس السودان البصير في يوم من الايام والى اخره. لكن اللي بيحصل في لحظه ما انه التنوع ده بيحاول كله يعبر عن نفسه في صوره سياسيه ليحكم ليسيطر على الدوله في لحظات محدده. ده اللي بيؤدي الى انهيار الحضارات. وهذا ما حدث بالضبط. انه التنوع مثلا اول بدا بشنو؟ بدا في بغداد مثلا، هسه ده مثال يعني جرجرتنا له مثال جميل، انه بدا في بغداد بضربه البرامج، اسمها لعنه البرامكه. البرامكه دي الجماعه كانت موجوده وكانت يعني بتشبه ميليشيا زي الميليشيات الموجوده عندنا في افريقيا وفي السودان. ميليشيا كانت يعني بتدافع عن السلطه وعن الحضاره. لكن في اللحظة إنه الحاكم أظن هارون الرشيد، في زمن هارون الرشيد، جاته معلومة بإنه البرامكة بيخططوا للاستيلاء على السلطة، فقام ضربهم ضربة غاضية اسمها لعنة البرامكة في التاريخ. حاجة عدل، كانوا ناس هم الطبقة الحاكمة كلهم صفاهم كلهم. ده عدم مقدرة على إدارة التنوع، معناته أنت أضعفت نفسك. الحصل انه بشكل مستمر انه بعد ذاك حصل تفتت، وبعد ذاك سوريا بقت مستغله وفي حاكمها ابو الحمداني الدوله الحمدانيه، ومصر حكموها المماليك بعد الانهيار طوالي 1250 بالضبط، حكموا مصر لحد 1500. يعني الدوله الحضاره ذاتها بقت دويلات، والاندلس اصلا براها، لانه الاندلس دي كمان حاجه اصلا من البدايه هي اختلاف مع العباسيين. يعني الاندلس صنعوها الامويين وكانوا معادين للعباسيين. لذلك هارون الرشيد رسل خطاب للقسطنطينيه، شوف يعني سوء اداره التنوع ادت الى شنو. هارون الرشيد رسل خطاب الى القسطنطينيه، الملك النصراني ملك الكنيسه في القسطنطينيه ايام الدوله الرومانيه، على اساس انهم يتضامنوا مع بعض يضربوا الاندلس، ينتهوا من الحي اللي اسمه الاندلس. لكن الملك القسطنطينية ما تشجع، ولأنه القصة الصعبة، لأنه اكتشف بأنه نازل عندهم مقدرات ممكن يدخل في مغامرة ما قدر عليها. لذلك الأندلس استمرت 500 سنة. أنا بتحدث شنو هسه، نحن لسنا برا الموضوع، بس ده مثال جابه عزيزنا. لا هو الأندلس دي أنت مش حتجيها راجع برضو، عندك فيها بحوث والحقيبة وحقيبة الفن وكلام كثير. ايوه طبعا ده موضوع ايوه اخر ما طبعا. شوف انا المره اللي فاتت قلت من بحث سكان السودان جاءت اللغه العربيه بالنسبه للناس الحاضرين، جاء بحث اللغه العربيه، لانه اللغه جزء من المكون بتاع مخيال الناس، واله من ادوات يعني التعامل بيناتهم. من البحث بتاع سكان السودان جاءت اللغه العربيه، ومن البحث سوري من البحث بتاع سكان السودان جاء البحث بتاع المجتمع المدني، ومن البحث بتاع سكان السودان جاءت اللغة العربية، ومن البحث بتاع اللغة العربية جاء البحث بتاع الحقيبة، بحيث نحن تكشف جبت لنا الفن. بأن الحقيبة نفسها في الحقيقة هي في الحقيقة يعني نمط من الزجل الأندلسي. وده كلام فيه جدل كثير، وفي لقاء في سودانية 24 أنا شرحت فيه الحاجة دي أثناء مشيرتي الأخيرة للسودان وفي التلفزيون السوداني، يعني شكرا لهم.
يعني هم كانوا الناس كانوا متحمسين جدا يعرفوا الموضوع ده تحديدا، وكانوا وعدوني بانه يتحدثوا معاي عن سيكولوجية الزول السوداني اللي بادر بيها دكتور انور السع، ولكن ما وفقنا ما لقينا زمن. يعني انا زمني انتهى وجيت راجع هولندا، وكنت راجع السودان، لكن اللي حصل زرتنا كورونا، يعني جات كورونا وخلتنا ده لحسن حجزتنا. حظنا نحن عشان نعرف المسألة بتاعت الإقصاء والإقصاء الآخر، ايوه جدا. انا الإقصاء اسي ما المضاد. هو ايوه شكرا لك. انا اسي انا قلت قبيل انه داير الناس تصبر صبر شديد جدا، الناس الشويه ديل اللي بيحضروا ديل مهمين جدا. بالمناسبه التاريخ دائما بيصنعوه الناس الشويه اللي عندهم عزيمه وعندهم صبر، ومرات بيصنعوا زول واحد عنده عزيمه وعنده صبر لكن بيكون عنده اودينس، هم مع بعض بيصنعوا التاريخ، بيصنعوا التاريخ. يبقى دايما ان احنا مفترض نسمع بعض ونسمع العلم، ما بتحدث عن نفسي اسع ولا الاشي اللي انا طارحه، نحن نسمع بعض ونسمع العلم مهما نحن كنا شويه، لانك انت شفتها بتلقى ناس طارحين مواضيع بتبدو هايفه جدا لكن بتلقى اللايف فيه 1200 300 الف شخص. في الحقيقه ديل بينفضوا كغساء السيل، يعني ما بيكونوا بعدين ما في ثمره، يعني شنو ما في ثمره للاسف. ودائما المواضيع طبعا اللذيذه والهامشيه بتكون عندها اودينس كفايه زي كره القدم، وما بنقول شيء، لكن الحياه المسليه يعني، عشان كده نحن برضه مرات نفترض نعمل شويه تسليه في حاجاتنا دي عشان نرشي البعض مننا يعني المستعجلين شويه، لانهم برضه مهمين عندنا. نعم المهم خلينا اواصل، وانا الليله حواصل معاك الزمن اللي عايزه. المره اللي فاتت انا قطعتها لانه كان يعني انت قلت لي ممكن نواصل ساعه ونص، عشان كده انا هاخد راحتي اتونس مرات وارجع للموضوع، واوعدك ان شاء الله ما حانسى. انا قلت الحاضر يشبه الماضي، وانه قلت انه دايما في ناس مننا سلفيين، سلفيين الناس زي ممكن يكونوا علمانيين وممكن يكونوا تقدميين، يعني السلفيين مش احبابنا واهلنا انصار السنه بس، والجماعات الالايك اللي بتقول انه اجمل لحظه في التاريخ هي لحظه محدده، لكن في ناس كثيرين اخرين غيرهم. مثلا في ناس بيفترضوا نحن يا جماعه نرجع كوش، نحن يا جماعه اعظم لحظه في التاريخ، يبقى نحن كلنا كوشين، نحن نرجع مروي، نحن كلنا مرويين ومروي طبعا جزء من كوش، نحن دائما نرجع في نقطه في الماضي فخرنا. طبعا الكلام ده ما كوريكت، لانه الماضي ذاته ما كان في الحقيقه بهذا الاشراق الذي انت تراه الان، لانك انت اخترت عملت سلكشن بس للماضي، انت بتتحدث عن الحياه المشرقه. الماضي كان فيه دماء وكان فيه تقاسيم اجتماعيه بشعه جدا، وخلال الممالك المسيحيه مثلا وقبليها مثلا في عهد الملك اركماني كان في الموت الطقوسي، وكان في لحظات تاريخيه محدده اذا كان في عبوديه لقدام في تاريخ البشريه، وفي السودان في لحظه ما كان كل الناس عبيد الملك في السودان، كل البشر اللي قاعدين فوق الرقعه الجغرافيه ولا يملكوا ولا شبر، كلهم بيشتغلوا من اجل الملك. هذا يحدث كان في التاريخ، وكان في بشاعات، بشاعات شديدة جدا، وكان في صراعات، وداخل الدولة الكوشية وداخل الدولة المروية وداخل الممالك المسيحية. الممالك المسيحية لم تكن موحدة ولم تكن وحدة واحدة أبدا ولا لحظة واحدة، كانت في معظم مرات 4 إلى 5 إلى 6 دويلات، ولكن معظم الوقت كانوا 3، كان في مرات كثيرة جدا وصلوا 6 5 دويلات، ولكن في معظم اللحظات التاريخية كانوا هم الممالك الكبيرة نوباتيا والمغرة وعلوة. فدي كانت الممالك الكبيرة، وكان بينات صراعات، وكان بينات دماء، وكان بينات حروب، بالإضافة إلى الحروب اللي كانت مع الناس اللي ما في الرقعة الجغرافية بتاعتها. وحقول لكم معلومة مهمة جدا، انه ورد في طبقات المسعودي، يعني خراب سوبا ده في الحقيقه كان مخطط له قبل 300 400 سنه. يعني الناس اللي بيفترضوا انه هنالك حلف تم بين الفونج وبعض القبائل العربيه سنه 1503 وادى الى خراب سوبا، الكلام ده ما صحيح طبعا. البدري من بدري كان في هجمات بتتم على سوبا، وورد في طبقات المسعودي سنه 1332 تحديدا
حوالي 1330 المسعودي قال هجم تتار السودان على علوة. شفت كيف تتار السودان؟ دي إشارة إلى التتار ضربوا بغداد، شبه الناس اللي هجموا على علوة بتتار السودان. والجماعات تتار السودان ديل كانوا الشلق والفون ونوب الجبال، ديل كانوا لا يدينون بالمسيحية الوقت ذاك، وكانوا بيفتكروا سوبا والطبقة الحاكمة في سوبا استعمارية وبتستغلهم. هذا حدث في التاريخ. شوف دي المعركة المعلومة بالنسبة لنا، حدث السنة 1332، راجع طبقات المسعودي وفي مصادر أخرى. دي لم تكن الحرب الوحيدة. أنا داير أقول لك التاريخ يشبه الحاضر، العنوان بتاع المحور اللي أنا بحدثكم عنه ده، التاريخ يشبه الحاضر. كان في صراعات وكان في دماء، وبالتالي كان بشكل مستمر، لكن في لحظات مشرقة ولحظات جميلة برضو. ولكن نحن أنا سي بقول في الجزئية دي شنو؟ إنه نحن ما مفترض نتحدث نرجع الماضي. الماضي ده يا أستاذ أصلاً لن يعود، لأنك إنت إذا داير ترجع كوش لازم ترجع معناته شنو الإله آمون، ولازم ترجع السيت اب كله، ولازم تجيب لنا بعانق من جديد، ولازم تجيب لنا الفراعنة الجانب الآخر المصريين، ولازم تجيب لنا كمان شنو الأجريك من جديد، ولازم تعمل يعني باك اب بلغة الكمبيوتر للتاريخ كله عشان تقدر ترجعنا لكوش. ده مستحيل، ما ممكن طبعا. نحن المفترض شنو هالسع التنوع اللي قاله دكتور أنور قبيل، نلقى صيغة للعيش السلمي المشترك عشان نعمل حضارة من جديد قايمة على الآلهة وقايمة على المخيال وقايمة على الظروف الطبيعية والبيئية والظروف الواقع الأقليمي والعالمي حولنا. التاريخ ما ممكن ترجع التاريخ نهائي، ده مستحيل. التاريخ ممكن تستخدمه والآثار في السياحة وتطور بها الاقتصاد بتاعك، وممكن تفتخر بها برضو يعني فخر رمزي فقط. أنا تحدثت قبل شوية في الجزئية دي وأنا حنتهي منها أمرك منها، التاريخ يشبه الحاضر، عشان أجي أقول معلومة مهمة جدا. أولا قبل ما أمشي منها للمعلومة المهمة، إنه في الحقيقة سنار كلحظة في العهد الوسيط لتاريخ السودان مرئية بالنسبة لنا، بنقدر نشوفه أكثر. سنار حسب ما حدثتنا الوثائق الموجودة وهي قليلة، بأنها تم حلف بين الفونج، وكان عندهم اليد العليا لأنه عندهم جيوش منظمة وعندهم في الحقيقة حضارة فوق الأرض سابقة، لأنه الفونج ديل مش أول مرة يأسسوا يعني سنار سنة 1503، لا كان عندهم مملكة، كانت مرات كثيرة جدا من التاريخ جزء من سلطنة الشلوك. وهم في التاريخ في الحقيقة كثير من الدراسات بتعتبرهم يعني قسم من أقسام الشلوك، وأنا على غناعة بذلك شخصيا، غناعة مناسبة بذلك. وكانوا وثنيين، يعني عندهم أديانهم المحلية كل الوقت، وكان عندهم لغتهم كل الوقت. عقدوا حلف مع بعض العرب والمسلمين اللي كانوا موجودين، وكانوا شوية، وكانت سلطتهم رمزية فقط، يعني اليد العليا كانت للفون، يعني انديجنس جروب موجودة يعني وعندها حضارة سابقة وعندها ممالك وسلطنات سابقة. فعملوا المملكة بتاعت الفون، سلطنة سنار واسمها كده ذاته. بيحصل بعد ذاك شنو؟ إنه في الحقيقة السودان كان فيه دائما اضطهاد للآخر، وفيه نوع من العبودية بشكل مستمر، لكنها كانت بتقع على جماعات مختلفة عن الآن. يعني أنا برجعك بأنه التاريخ كان دائما فيه بشاعات، هذه البشاعات استمرت بشكل مستمر. عند دخول الأتراك عام 1821 للسودان، الأتراك جو بفهم إذن مختلف، ودخلوا السودان ولأول مرة السودان تحكم جماعة جاية من الخارج. لأول مرة في التاريخ المعلوم إنه تجي جيوش من الخارج. كان في السابق في محاولات عديدة من إمبراطوريات حولنا كان دائما بتفشل، وحتى لو عيزانة دخل
دمر مملكة مروي لكن ما استطاع يبعد، ده في سنة 350 ميلادية. لكن الأتراك استطاعوا سنة 1821 وأسسوا نظام قائم على استنزاف الموارد البشرية والموارد المادية الذهب تحديدا، وبالتالي ازدهرت تجارة الرغيف في السودان بشكل لم يسبق لها مثيل، بحيث أنه في تصدير للخارج، ودي عملت انشغاغات عديدة في مجتمع أصلا قائم على المخيال العشائري اللي أنا حدثتكم عنه قبل. وكان في التاريخ معلومة مهمة جدا، ودكتور أنور أي لحظة ممكن يوجهني أو يوقفني، همشي لكم ماذا يحدث في التاريخ، عشان نحن بنقول لسه كمان بنقرأ الحالة، وأنا قلت لكم هنقرأ الأحوال اللي حولنا، عشان بعدين لما نجي تاني لسيكولوجية الزول السوداني هي جات من وين؟ جات من الكلام اللي أنا بقول لكم فيه ده كله، لازم تسمعوا يعني الناس اللي بيصبروا علي، وممكن يعني ما ممكن يسمعوا الكلام في وقت تاني، لازم يصبروا على الكلام ده عشان 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 اللي قدام نجي منه لخلاصة. في الحقيقة السودان في يوم من الأيام لحد سنة 1821 دخول الأتراك إلى السودان ما كان في شجب للون الأسود، كان اللون الأسود هو أجمل لون، وكان عادي جدا وطبيعي جدا، وإنه الناس الحكام دائما في السودان كان لونهم أسود، وجميع السودانيين في الحقيقة لونهم أسمر أو أسود في الحقيقة، جميع السودانيين كما نراه اليوم اختلطوا باليونانيين، اختلطوا بالرومان السودانيين، واختلطوا بالشركس والألبان، واختلطوا بالعرب من الجزيرة العربية، يمنيين وغطانيين وعدنانيين، السودانيين في معظم أنحاء السودان اختلطوا بالأقباط، اختلطوا بقبائل من غرب أفريقيا، اختلطوا بالأمازيغ الجونة بعد انهيار الأندلس، ولكن دائما بقت الصبغة الغالبة على اللون هي الأسمر والأسود في أرجاء كثيرة جدا من السودان. فماذا يحدث؟ إنه كان دائما الحاكم في تاريخ السودان هو الأسود لحد 1821، يعني جد دول أستاذ محمد، أيوة نعم، في الملاحظة بتاعت النساء في السودان، نعم، بيتحننوا والحين ده بتوديك للسواد، وبيتكحلوا والكحول بيوديك للسواد، وبيدقوا شلوفه كان وبتوديك للسواد، مش كده؟ ايوه طبعا دي قضايا لقدام تفصيليه، ايوه كلها انا هاخدها في الاعتبار، دي قضايا تفصيليه ومهمه جدا لما نجي للمخيال الثقافي، نحن ما جينا ليه كده، انا مهموم هسه انه عاين للتقاسيم، ما اصلا هو المخيال ده بيشكل البنيات المجتمعيه، نحن بنتحدث انه مخيال الفرد اللي عندنا هسي ده هو جاي من ورا، انا ليه بحدثكم عن امون والاله بادمك، وبحدثكم عن مروي وسنار والعهد التركي والمهديه والعهد الانجليزي، ديل كلهم كان في بنيات محدده قائمه على طول الوقت، هي البنيات العشائريه لم تتزلزل ولم تنتهي، جميع الانظمه دي تعاملت معها، حتى الانجليز اخر عهد جانا وهم جابوا الدولة المدنية اضطروا يتعاملوا مع قبائل السودان وطوائف السودان وعملوا نظام الإدارة الأهلية، يعني البنيات العشائرية، عشان كده أن أنا مركز تركيز شديد جدا على الكلام الزيدة اللي بيبدو الناس ممكن يكون فيه إسراف، الكلام ده ما صحيح طبعا أبدا، أنا بفتكر لازم نركز فيه عشان ده البنيات العشائرية العرقية القبلية قاعدة تشكل مخيالنا، وقاعد تشكل التقاسيم الاقتصادية وتشكل التقاسيم الاجتماعية، وهي اللي عملت تجارة الرغيف وقسمت الناس وجابت العنصرية، شفت كيف العنصرية دي ما أصلا هي إخصاء لجماعة محددة، وهذا يحدث ليس في السودان فقط، كانت البشرية في يوم من الأيام، وأنا قلت في بداية هذا الحوار إنه في معلومة مهمة جدا، إنه الناس اللي بيقول لك يا لروعة الماضي وعندهم حنين في الماضي، دي الناس واهمين ورومانسيين، لأنهم فقط بيجردوا الماضي من بشاعاته، لأنه أصبح بس يعني في الحياد من اللحظة التاريخية الحالية، فلكن الماضي كانت البشرية كلها في يوم من الأيام مقسمة إلى قسمين فقط، مش السودان، البشرية كلها مقسمة إلى أحرار وعبيد، قسمين بس، والعبيد مقسمين إلى عبيد الخلا والمزارع وعبيد المنازل،
وعبيد المنازل بيكتسبوا خبرات أفضل، وكانوا دائما إذا بيزوبوا في المجتمع وبيصبغوه بصبغتهم، ومرات بيسطوا على الدولة زي المماليك في مصر 1250 1500، حكموا مصر 250 سنة وهم الشركس والألبان اللي كانوا مستعبدين. شفت كيف؟ والهم ديل كانوا عبيد المنازل، البشرية كانت مقسمة تقسيم كده، والأشراف الأحرار مقسمين، الأحرار أنا قلت عبيد، البشرية كانت مقسمة إلى رقيق عبيد وإلى أحرار، والعبيد قلت وريت إنه مقسمين كيف، والأحرار مقسمين إلى أشراف وبشر عاديين، والبشر العاديين في خدمة الأشراف، والكل في خدمة الملك، وجميع الناس على دين مليكه. يعني ما في زول، إنك إنت الدولة كانت في التاريخ ما في دولة مواطنة زي الدولة الغربية دي، دولة المواطن إنه يكون عندك دين تاني وتكون قاعد في الدولة بسلام زيكم وزي الآخرين، ده في التاريخ لم يحدث ولا مرة واحدة غير في الحضارة الغربية دي، ونحن بنحاول نعمل لغاية تسح في الشرق عندنا وفاشلين. في الماضي كان لازم دينك يكون زي دين الملك، وعرقك يكون زي عرق الملك، أذا وايس مفترض أنت تدفع حاجة وأنت ما جزء من الدولة وما جزء من الجيش، في معاهدة في شيء تدفعه وتقعد، وأنت ما زيك وزي الناس تقعد ساكت بس، تقعد يا عبد مستعبد، يا انك انت حر لكنك مستبعد بالمعنى الحقيقي، انك انت ما جزء من الواقع وما جزء من السلطه، وطبق زي الغجر كده نحترمه مهمش. لكن مجرد غجري. ايوه ده كان الماضي، كان كله كده، وانه تجاره الرق لم يعني يعترض عليها احد بشكل جذري، ولم يمنع أحد بشكل جذري غير الأوروبيين نفسهم، هم نفسهم ساعدوا في ازدهاره، هم نفسهم يعني انتهكوا يعني عمل انتهاكات فظة جدا بالذات في غرب أفريقيا، ولحظة يعني الظلام ولحظة اللا حضارة في تلك المناطق لقوا الإنسان الأفريقي ضعيف لأول مرة في التاريخ، استعبدوا عدد هائل من البشر ودوهم أمريكا للأمريكا الشمالية، وودوهم لاتين أمريكا عشان يشتغلوا في مزارع القصب وعشان ينتجوا في المصانع، وانت بتشوف كوبا الان وهاواي والحتات دي انه الناس افارقه موجودين هناك، وبتشوف قصه الاضطهاد اللي بيحصل على الافارقه الان في امريكا، والمقتل بتاع الشاب جورج قبل شهر بس يعني، والمظاهرات المدوره لغايه تسع، البشريه كانت بشعه جدا في الماضي ولا توجد رومانسية، والحاضر بشع جدا، لكن نحن نستطيع عبر وعينا بالمخيالنا، الشكل مخيالنا ده الخلانا نحن، أنا بتكلم الكلام ده كله بتحدث عن التقاسيم العرقية عشان نرجع للناس، التقاسيم دي قاعدة جوا في راسك يا أستاذ، ما بر قاعدة في راسنا جوا، لازم تبحث في نفسك من الخلف وتشوف إنك إنت نظرتك للآخر، نظرتك نظرة الشمالي للجنوبي ونظرة الجنوبي للشمالي اتشكلت كيف، ونظرة الزول الفوراوي والزغاوي للزول اللي معاه القاعد في دارفور، وللزول اللي من البحر بيسموه ناس البحر دي اتشكلت كيف، ونظرة الهدنوي للناس الآخرين دي اتشكلت كيف، ونظرة الحلفاويين والمحس والضناقلة للآخرين كلهم اتشكلت كيف، والتشكيلات العرقية دي ذات اتشكلت كيف، وحافظت على نفسها لغاية هسه كيف، وظلت قاعدة لغاية هسه، وبتتشك وبتبرز وتتمظهر عنها أحزاب سياسية زي ما قلنا المرة اللي فاتت لتشكل الدولة، وحركات سياسية لتفض الدولة لتشكل الدولة، ولكن أيضا ليس ذلك فحسب، الحركات والأعراق دي اللي بتتشكل عنها حركات وأحزاب سياسية في الحقيقة تشكل الدولة وتفض الدولة وتعمل الحرب كما تساهم في السلام وتعمل السلام، أيضا هي مشكلة مخيالنا بالقدر الأكبر، نظرتنا لبعض ونظرتنا للحياة ونظرتنا للأشياء ونظرتنا للموت ذات، للموت إنت إذا مشيت لقصيدة بتاعت بنونة، الموت اللي عايزاه بنونة لعمارة أخوها قلنا المرة اللي فاتت، قالت لي ما دايرة لك الميتم ترابا شح، دايرك يوم لقى بدميك تتوشح، الميت مسولب والعجاج يكتح، ده وعي غبلي قاعد فينا، الوعي ده حتى طريقة موتنا للراية محددة لنا،
مش كمان بيحدد لك تعرس كيف وتعمل الحنه كيف وتعمل الخطه كيف، ولازم تمشي تشيل الفاتحه في الزول اللي ابوه توفى. اذا واجه انت عندك مشكله ما بتكون بتنتمي الى المجتمع بالغدر الوافي والكافي. هذا يحدث كان في الماضي بشكل يعني ظاهر اكثر من هسه، ولكن يحدث الان في الريف وفي المدينه وقاعد في مخيالنا، لان المخيال ده اتشكل عبر زمن طويل جدا. وجودك في المدينه ونفيك لذاتك انك ما عندك قبيله وانك انت ما عندك طريقه وما عندك طائفه وانك انت رجل متمدن ولابس بنطلون وبدله وشغال في البنك او شغال في العياده بتاعتك او شغال في مدرس بتاع لغه عربيه وانجليزيه، هذا لا يمنع انك انت يا استاذ وغصبا عنك غصبا عنك مخيالك ده مشكل التاريخ اللي انا بتحدث عنه ومشكله وبنيات الدم وايديولوجيات الدم والاحكام المسبقه اللي انت بتسمعها في التلفزيون عند بعض الناس اللي بيبدو عنصريين. هذه الاحكام يا استاذ غصبا عنك قاعده في راسك، مش قاعده في راسك انت كزول محدد يعني عندك سوبريريتي، عندك يعني شنو؟ عندك شرف عرقي ولا عندك شرف قبلي ولا عشائري، لا، كل القبائل عندها شرف باي سوي، كل القبائل عندها شرف وعندها فخر بذاتها، والا ما ظلت فوق هذه الارض كل هذه الالاف السنين والقرون. الشلك والنوير والدينك عندهم فخر كبير بذاتهم وعندهم الهتهم وعندهم تاريخهم، الشلك عندهم سلطنتهم، الفور ديل عندهم سلطنه وعندهم حضاره ما معروفه في التاريخ جذورها لوين، لانه ما تمت ابحاث اركولوجيه ولا تمت يعني ابحاث محايده في التاريخ ولا عندنا ناس فاضيين عشان يبحثوا. انت عارف يا استاذ انه البيجه ديل عندهم حضاره من 200؟ انت عارف يا استاذ انه حضاره الشهيناب دي قبل الفرعونيه وقبل الكوشيه؟ اذا الكوشيه الوثائق بتقول تاسست 9000 سنه قبل الميلاد، الشهيناب قبل كده، والشهيناب دي اسسوها قبائل الصحراء. الصحراء دي ممكن يكون فيها حضاره عظيمه، حضارات عظيمه جدا مدفونه في الصحراء دي احنا ما عرفناها، اكبر من الحاجات اللي احنا بنعرفها. وباي ذا واي الليبيين، الليبيين ديل طبعا في يوم من الايام زي ما في ناس فاهمين بانه السودان ده هو اثيوبيا، هو توصيف للسودان يعني للون الاسود لافريقيا كلها، شمال افريقيا والعمق الافريقي كله، في وثائق يونانيه ووثائق اغريقيه ووثائق عبريه ووثائق عربيه قالت بذلك، في وثائق يونانيه ووثائق كثيره جدا بتقول انه في الحقيقه ليبيا هي كلها افريقيا، وانه الليبيين هم كل القبائل السمر، وانه في الحقيقه الليبيين ديل هم كانوا جزء من التشكيله بتاع دوله الشهيناب، وكانت المنطقه دي مفتوحه على بعض وكانت في يوم من الايام حضاره واحده لغايه بنغازي وطرابلس. ده كله ما تم بحثه، نحن لغايه ما بنعرف تاريخنا، وتاريخنا مش عشان نعرفه عشان الاثار ويعني ونبيع للناس شرفنا العالمي شرفنا الحضاري والرمزي وبس، لا، ونعمل سياحة ونعمل بيزنس بالسياحة، مش كده بس، لا، عشان نعرف مخيالنا، عشان نعرف نحن منو، لوننا ده جاي من وين، وطريقة تفكيرنا دي جات من وين، والتشكيلات الغبلية العرقية العشائرية اللي أنا بقول فاعلة دي جات من وين. وبعد ذاك لما نجي للطرق الصوفية والطوائف والروحانية، والطرق الصوفية طبعا هي ليس الغيب الوحيد والروحانيه الوحيده في السودان، انما في الكجور وفي في بالمناسبه يعني شنو روحانيات اخرى في التاريخ القريب. وقلنا في الحلقه اللي فاتت انه المخيال الغيبي، لانه الغيب طبعا بشكل الدرجه الثانيه من مخيالنا. وانا قلت الطرق الصوفيه والطوائف الصوفيه عندها الدور الاعظم، لأن هي في الحقيقة الطرق الصوفية ليست الغيب والروحانيات الإسلامية وحدها، وليست الغيب والروحانيات المسيحية وحدها الورثتها وعبتها في الكبسولات بتاعت التصوف، عشان كده مخيالنا الروحي مختلف عن بقية الشعوب اللي حولنا، لا، إنه في الحقيقة هنالك المخيال بتاع الإله أبادمك، السودانيين عبدوه 600 سنة، وهو صنيعة الإله أبو كمان الذي صنع الدولة المروية. وعندنا مخيال وغيب وروحانيات الإله آمون، لغاية الساعة الكلام ده قاعد في خواطرنا وقاعد فينا بوعينا وبلا وعينا. وضربنا المرة الفاتت
كمية من الأمثلة، من ضمنها إنه البحر لغاية هسه الناس كثيرين جدا معبود لما يقفوا قدام النيل ما موية بس، لغاية هسه الحاجة قاعدة في المخيال وفي الجينات، ولغاية هسه عريسنا ورد البحر قلنا المرة اللي فاتت وقطع جرايد النخل، الحاجة دي العادة دي قديمة قدم قبل المسيحية، شفت كيف قاعدة حاجات كثيرة في مخيالنا، وقلنا إنه لعهد قريب 150 سنة بس إنه الناس كانت بتضبح الغرابين في جبل البركل في الشمال شمال شندي، وإنه في الحقيقة الناس بتضبح الغرابين لغاية هسه في مناطق الأنقسنة وجبال النوبل، الجبال كانت معبودة الجبال في يوم من الأيام، لغاية هسه عندنا حاجات كثيرة جدا إحنا ما تعرفنا عليها. بنية الغيب هي بتشكل وعيا على المستوى الثاني بعد بنية الدم بنيات العشيرة، وبعدين البنية الثالثة والأخيرة الفاعلة اللي قاعدة تشكل مخيالنا دي بنية حديثة ومهزوزة هي المدنية، مدنية اللي بيقولوا فيها الشباب الجداد ديل مركزين عليها لأنه بتشبه المستقبل اللي هم عايزينه. مدنية ودي شنو؟ مدنية ودي إنه يا جماعة نحن نستطيع بكل عشائرنا وقبائلنا وكل طوائفنا نستطيع أن ندير التنوع بتاعنا، عشان كده بقول لك شنو؟ المدنية، كلمة مدنية دي ما معناتها المعنى الغاصر إنها هي ضد الجيش يعني أو هي مقابلة للعسكرية، الكلام ده طبعا كلام اختزالي وكلام ما سليم طبعا. مدنية بتعني بأنه نحن نستطيع أن نصطحب تنوعنا العرقي والطائفي والديني والسياسي كله ونحن نمشي مع بعض نصنع حضارة، وعشان كده بقول لك يا عسكري ومغرور، والإشارة هنا للعسكري إنه نحن بنعمل شنو؟ كل البلد دار فوق، يعني نحن بنحترم تنوعنا العرقي، لأنه إيه؟ العسكري هنا مش هو مقابل للمدنية، لكن لأنه الأنظمة العسكرية بتجي بتعمل حاجة مهمة جدا، بتعمل دقيقة بتاع الشباك، بتعمل عدم اعتراف بالتنوع، بتعمل هضم للتنوع، وطوالي قلنا دائما لما يكون في ضرب للتنوع بيحصل عدم استقرار وبتنهار النظم وبتنهار الحضارات ذاتها. طيب انا لسه عندي ايشوز، انا ما زلت بوصف يعني في الحاله وبقول بعض الشذرات حول سيكولوجية الزول السوداني ومن اين جاءت وكنت انا ما اعرف الزمن كيف قبل ما امشي، كان عندي محور داير اتحدث عن اللون الاسود، يعني ازمه اللون الاسود في السودان وفي العالم، عشان ده برضو حاجه مهمه جدا، وعشان نجي لقصه العنصريه دي كيف حصلت وكيف نحن بنقدر نعالجها، فانا ما عارف الزمن كيف. عندنا 40 دقيقه، قدامنا 40 دقيقه جدا جدا، ده كلام طيب 40 دقيقه اذا ممكن. طيب هحاول اختصر اختصار شديد جدا. اولا انا عندي شويه مقالات او في الحقيقه كانت تسجيلات صوتيه عملتها في الفيسبوك في الواتساب، وكتبتها شابه موجوده في الدوحه، شابه هميمه جدا اسمها امنيه زاهر، ونشرتها في سودانيز اونلاين وفي صفحتي في الفيسبوك. هي في الحقيقه بحث مصغر انا عملته قبل فتره من الزمن 3-4 سنوات وما نشرته، فأسا أنا زي قلت مختصر ليه، وأسا هقول لك مختصر للبحث، إنه في الحقيقة في التاريخ اللون الأسود في التاريخ كان هو الأعلى والأكبر مغدرة، اللون الأسود كان عنده مغدرات تكنولوجية، الناس السود كان أول من صحوا، يعني كل الوثائق بتحدثنا بأنه الحضارات نشأت في أفريقيا والإنسان نفسه طبعا بدأ من أفريقيا، لكن الحضارات الكبيرة والعظيمة والعملت إهرامات وعملت آثار وعملت تحولات في مخيال البشرية والتي صنعت الآلهة اللي قدام اتطورت، صنعت الإله آمون وصنعت الإله أبادمك، الحضارات دي كانت دائما في السودان ومصر، والسودان ومصر كان ما بيناتهم حدود إنما هما حاجة واحدة، وكانت الحضارة أيضا في ليبيا باي ذا واي، وكانت الحضارة في لحظات تاريخية لاحقة في غرب أفريقيا، وكانت في جنوب أفريقيا أيضا، يعني الإنسان الأسود كان دائما هو الأغوى من الناحية التكنولوجية والأغوى من الناحية الروحية، حتى إنه
في الإلياذة الأغريقية هيمروس قال بأنه الآلهة بتجتمع في السودان في جبل البركل تحديدا، في الرقعة الجغرافية الحاضرة دي جبل البركل تحديدا بتجتمع الآلهة هناك لتقرر في شان الكون. شفت كيف؟ الآلهة تجتمع في جبل البركل لتقرر في شأن الكون. وورد في الوثائق اليونانية الأغريقية بأنه السودانيين العايشين في الرقعة الجغرافية اللي اسمها السودان دي طويلي الغامة شديدي الوسامة، هذا بالضبط. يبقى اللون الأسود ما كان أبدا مشجوب، لأنه كان بيمتلك القوة المادية وكان بيمتلك القوة الروحية، وكان هو اللي بيقدم التكنولوجيا وبيقدم العلم للآخرين، وكان الأغوى. الحاجة العجيبة برضو كان بيستعبد الآخرين. كيف؟ من هنا جاءت أزمة اللون الأسود، وإنه الأول من تم استعبادهم لمئات السنين هم اليهود، هم اليهود يعني العرقية والدولة الحاكمة الآن، هم ديل أول من تم استعباد بواسطة السود، الفراعنة السود، الفراعنة كلهم سود في مصر وفي السودان، يعني لونهم أسمر أو أسود. هم ديل استعمروا اليهود لمدة مئات السنين واستعبدوهم مرة من المرات كجماعة كاملة، رحلوها كاملة لتعمل وتبني الإهرامات في مصر وفي الرقعة الجغرافية المسمى السودان. قلنا إنه مصر والسودان ما كان بيناتهم حدود، وكان مركز الحضارة المرة الفاتت قلنا هو كان أسوان، كان حلفة، كان طيبة، كان نبتة، ده المركز الأساسي للحضارة. ثم بعد المنطقة دي ضرب الجفاف والتصحر وزاد فيها التنوع كثافة، جزء من الحضارة رحل ناحية الشمال وجزء آخر رحل ناحية الجنوب، ناحية البركل، ومشى لغاية قلنا علوة، ومشى لغاية سنار، ده اتكلمنا عنه المرة الفاتت. أول من زم اللون الأسود واعتبروه لعنة لأنه كان بيستعبدهم الناس اللي كان لون أسمر، كانوا يمتلكوا قوة طاغية. لذلك اليهود كانوا بيتبادلوا وثائق سرية ثم جعلوها علنية في التوراة بأنه الرب لعن كوش، الرب لعن كوش الأسمر الأسود. بدت من هنا، وإنه في الحقيقة كوش كان مستعبدهم. شفت كيف؟ وما كان عندهم قوة لمقاومة، قوة مادية لمقاومة الكوشيين. فماذا حدث إذن؟ حولوا ضعفهم إلى رمزية، إنه في الحقيقة هم ضعفاء في الأرض، هم ضعفاء ومعذبين ومستعبدين في الأرض، ولكن الرب منتصر لهم لأنه أعلن أن كوش ملعون. هذا ورد بالضبط في التوراة بشكل أو آخر. أول رمزية لذم اللون الأسود في التاريخ عملوها العبرانيين، وطبعاً دي ما حصلت سنة 1500 في زمن 1500 قبل الميلاد في زمن موسى كما يظن البعض، لا أبداً. حتى في التوراة نفسها إنه أم موسى كوشية، وطبعاً موسى نفسه ممكن يكون كوشي بالكامل، كل هذا ممكن. في الحقيقة التوراة تم إعادة كتابتها مرات عديدة لحد يعني في زمن المسيحية، يعني بعد الميلاد كان بيحصل ريريتن لليهودية زي ما بيحصل ريريتن لأديان كثيرة جدا، وبيحصل ريريتن لرشح تاريخي كثير جدا، سواء كان حضاري أو قبائل محددة، بيعيد كتابة المعلقات زي ما قال طه حسين. طه حسين ما مؤمن بالمعلقات دي، قال دي اتكتبت في العهد العباسي وكده، إنه ما كانت موجودة أصلا، إنما ده فخر قبلي أنشي لقدام عشان يعمل فخر لقبائل محددة وجماعات محددة كانت في الحقيقة منافسة على السلطة السياسية في لحظات تاريخية محددة. فبالتالي كان التاريخ بيعاد كتابته، وكانت الأديان بيعاد كتابتها بشكل مستمر، سواء يعني جميع الأديان كان بيعاد كتابتها بشكل مستمر. وتم إعادة كتابة التوراة، وتم إذن بعد كل ما مر التاريخ قلنا قبل انه ما حصلت اداره للتنوع داخل الدوله الكوشيه فانهارت. كلما انهارت الحضاره الكوشيه كلما اليهود كتبوا علنا ذمهم للون الاسود اللي كان عندهم ضغينه معه. ولكن اليهود يعني كان ذم ريتوريك ادبي فقط، يعني كان ريتوريك ادبي، كان حرب ادبيه ورمزيه،
لكن ماذا حدث؟ ولازم الناس تركز معي في الحتة دي وتأخذها يعني بصدر رحب جدا. لما جاءت الحضارة العربية الإسلامية ماذا حدث؟ لقت الأدب اليهودي، ولكن الحضارة العربية الإسلامية قامت كمان في وقت إنه العرب قبل الإسلام كان عندهم ضغينة كبيرة جدا مع الأحباش، لأنه الأحباش كانوا مستعمرينهم، وكانوا مستعمرين أجزاء كبيرة جدا من الجزيرة العربية في اليمن وفي جيزان وفي عمان، وكانوا موجودين لغاية الإمارات الآن كان دي فيها الأحباش، كانوا مسيطرين على المناطق دي، وكانوا زمن دولة أكسوم، وكانوا بيبنوا الكنائس في المنطقة دي، والعرب آنذاك عندهم أديانهم اللي كانوا بيعبدوها وبيحترموها، اللي هي كان في مقدمتها الآلهة اللات والآلهة العزة، دي كانت آلهة محترمة جدا عندهم. فكانوا الأكسوميين وبرضو لونهم أسمر أكثر من العرب، لونهم أسمر أيضا أو لونهم أسود، فكان برضو إنه السواد بالنسبة للعرب هما نفسهم طبعا سمر أو حمر، لكن الناس الأسود منهم ديل كان دائما عندهم سلطة أعلى، بالتالي بقى إنه شنو في الرمز، يعني إنه أنت في ريتوريك بتاعت حرب، في أدب بتاع حرب، الأدب بتاع الحرب الوقت ذاك البشرية بالذمة العرق أولا، بالذمة الدم، يعني الدم ما كان في ذم لأنواع أخرى من الذم ما بتصلح الوقت ده، كان بالذمة العرق أولا في التاريخ كده، وبالذمة الشكل وبالذمة اللون. فالعرب قبل الإسلام كانوا بيذموا اللون الأسود، وثم لما جاء السودان، لما جاءت الحضارة العربية الإسلامية، لما جاءت يعني تدخل السودان، والسودان كان مشهور بكنوبيا، ونوبيا دي معناتها الذهب، بلاد الذهب، فهم حاولوا في 17 معركة يدخلوا السودان، لكن السودانيين برغم انهيار حضاراتهم القديمة، لكن كان عندهم مدربين، الناس اللي قاعدين في الرقعة الجغرافية دي، واستطاعوا يصدوا الجيوش العربية الإسلامية، وكان عندهم مقدرات مسجلة في الوثائق المكتوبة والمغروءة بأنهم يستطيعوا أنه يعني يصيبوا الجندي في الطرف الآخر في عين مش في صدره أو رأسه من الدقة، بالتالي ما استطاعوا. إذن مرة تانية اللون الأسود مشكلة كان مسيطر كمشكلة في البداية لليهود، والعمل الترميز الأول اللي زمه، ثم الحضارة العربية الإسلامية لقت الإرث اليهودي جاهز الرمزي أخذته، وعندها أصلا غضب من الأكسوميين الأحباش، وإنه الأحباش كانوا أيضا كانوا مضطهدين العرب ومحتلينهم، وإذا تسمع إنه في بلال وفي بعض الناس السود زي عنترة إنهم ديل العرب لم يستطيعوا أبدا استعباد السود، ولم يوجد في التاريخ استعباد للسود أبدا، إلا حقول لك في التاريخ المحدد للون الأسود، إنه الأمثلة بتاعت عنترة وبتاعت بلال وكده، إنه دي أمثلة أصلا يعني ما ترند، إنه في التاريخ كان أنا قبل قلت الناس أصلا مقسمين في تاريخ البشرية إلى أحرار وعبيد، الناس ممكن تهديك بشر وممكن تبيع لك عادي زول أيا كان، يعني من القبيلة نفسها ممكن يحصل نفي للزول يطردوه ويتحول إلى عبد عن قبيلة تانية مهما كان لونه أسمر أبيض أخضر أسود هكذا. بالتالي إنه كان دائما اللون الأسود هو سلطة عليا في أكسوم وفي شمال الجزيرة العربية، هو الحاكم في السودان، العرب والجيوش العربية ما قدرت تدخل، اتصنع ريتوريك بتاع حرب أجين في ذم اللون الأسود بشكل مستمر. وأرجع لك، إذن في حاجة خطيرة جدا، إذن الحضارة العربية الإسلامية ساهمت في ذم اللون الأسود طبعا بدون قصد للأسباب العملية وللصراع العملي، لأن الإنسان الأسود أيضا اللون أسمر ده كان هو أيضا يحتلهم، وكان هو أيضا يستعبد الناس، وكان هو أيضا عنده أخطاء، وكان عنده الحروب اللي بيعملها والسيطرة على طرق التجارة، حتى إنه أبرهة ماشي يهد الكعبة، وإنه عنده قوة قوية جدا لدرجة إنه ما في أي طريقة غير أن هنالك طير أبابيل، يعني قوة بشرية ما في كان عشان تصدى له، شفت كيف يبقى زول بهذه القوة أنت لا يمكن تستعبد، طبعا ده مؤكد 100% ما ممكن، صح؟ ده المنطق. لكن ماذا حدث؟ طبعا بشكل مستمر لقدام بتنهار حضارات، الحضارات اللي بيحكمها اللون الأسود الخالص، وبالذات الحضارات في المنطقة بتاعت كوش ومنطقة الأكسوم الحبشية، و
وفي الحقيقة الحضارة العربية الإسلامية نفسها انهارت، وبعد ذاك صعدت الحضارة الغربية الحديثة اللي عايشة لغاية السع، والحضارة دي اضطهدت الجميع، الأفارقة والعرب والسود والسمر والحمر في كل شتى أنحاء العالم، واستعمرت يعني ثلاث أرباع الكرة الأرضية. هنالك إمبراطورية لا تغرب عنها الشمس، هذه الإمبراطورية لم تحتل الآخرين عبثا، إنما عشان تستولى على مواردهم البشرية ومواردهم المادية. وهذا ما حدث بالضبط. ماذا حدث عند نشوء هذه الحضارة؟ عملت أسوأ شير في التاريخ لإهانة اللون الأسود، بحيث أن الغربيين لما نهضوا لقوا أن الحضارات الكام منشئة الإنسان لون صبغته سوداء انهارت بالكامل، وكان في غمة ضعفه في كل مناطق أفريقيا وبالذات في أفريقيا الغربية. فالحضارة الغربية عندما نهضت كانت محتاجة لأيادي عاملة لتعمل في الزراعة والمصانع. فماذا حدث إذن؟ في أنثروبولوجيستس، نفس الدراسة اللي أنا درستها أنثروبولوجي، أصلاً ده علم حديث عملوه الأوروبيين عشان يدرسوا به الجماعات اللي هم الوقت ده كانوا سماها بريمتيف سوسايتيز، المجتمعات المتخلفة، ثم بعد ذاك سموها لقدام لما تطوروا شوية سموها سمول سكيل سوسايتي، المجتمعات الأقل تطورا، ثم بعد ذاك بيجي اسمه ذا سيس اوف كلتشر. ده أخيرا الناس دي عملوا العلم بتاع الأنثروبولوجيا وقالوا مقولة خطرة جدا، حولت الإنسان الأسود إلى حيوان. قالوا بأنه في الحقيقة الجين بتاع الإنسان الأسود ما بيساوي جين اللون الأبيض، يعني الإنسان الأسود من جين براه أقرب إلى الحيوان إلى القرود، وما بيساوي ديل الأنثروبولوجيستس العنصريين، وكانوا في الحقيقة مساندين السلطات السياسية اللي كان هدفها تلقى مبررات لاستعباد الناس. عشان كده أنت لما تجي تطبح الخروف ما بيكون عندك إحساس، لأنه عندك نصوص بتقول لك ده حلال. فهم الأنثروبولوجيستس عملوا نص إنه استعباد الإنسان الأسود وقتله وضربه وجديد اضنين وعيونه وضربه بالصياط واستخدامه في الزراعة زي ما زي التور ده حلال، لأنه أصلا ما بشر. ده بالضبط اللي عملته الحضارة الغربية دي في لحظة محددة قبل أن تؤوب إلى سوابة عبر نضالات عملوها الناس في شتى أنحاء الكرة الأرضية، وعبر صحوة عملتها يعني بايونيرز، ناس رواد داخل الحضارة نفسها اكتشفوا بأنه الكلام ده خطأ في الحقيقة، إنه الإنسان الأسود ده كان عنده أعظم حضارات في التاريخ، وإنه الإنسان الأسود ده في الحقيقة هو البيز بتاع البشرية كلها، وإنه الإنسان الأسود ده كان عنده حضارات عظيمة جدا جدا، يعني هي أول حضارات البشرية، وأول من ألف الحيوانات، وأول من صنع آلات تكنولوجية ليزرع، وأول من اكتشف النار واكتشف الملح واكتشف اكتشافات كثيرة جدا واكتشف الآلهة، ده الإنسان الأسود. بالتالي لكن ده جاء بعد كم؟ ثلاثة قرون من العذاب، ثلاثة قرون من إنه ده الصورة كانت كده. شفت كيف داخل الصورة دي تمت بشاعات عديدة وتم ترحيل ملايين البشر بالذات من غرب أفريقيا، المناطق الآن معروفة بغانا وغينيا ونيجيريا والنيجر، شكي اسمها نيجيريا نيجرز، ودوهم كلهم هناك أمريكا ولاتين أمريكا، وناس من أرجاء مختلفة من الغارة الأفريقية أقل عددا لكن العدد الأكبر من هناك، وكانوا بودوا الناس الصحيين وجسوم قوية. عشان كده انت لما تعايل للناس السود في لاتين أمريكا والأمريكان السود بتلقى أجسامهم ضخمة، يعني كانوا بينتقوا الناس انتقاء، والناس الضعف أصلا بيموتوا في الطريق وبيدعوهم للحيتان حيين في السفن، يعني كانت بشاعة رهيبة. كان التاريخ ينطوي على بشاعات وآلام فظيعة، يعني ما كان فيه لحظة جميلة التاريخ أبدا. أجمل لحظة في الواقع هي اللحظة الراهنة، يجب أن نحتفي بها، واللحظة الراهنة قلنا فيها عذابات شديدة جدا، لكن فيها إنه نستطيع أن نعمل صيغة للعيش السلمي المشترك عشان نتوحد كلنا في مواجهة الأغدار الداخلية، وفي مواجهة سوء فهمنا لبعض، وفي مواجهة الآخر في الأقليم، وفي كمان شنو كيف نتعامل مع العالم. أنا بعني المرة دي نحن كمجتمع سوداني، نحن كدولة سودانية. أنا هسي دي اتحدثت عن لمحة بسيطة إنه أزمة اللون الأسود كان كيف في العالم لما نشأت في التاريخ ولحد الحاضر.
عندنا الأزمة دي وصلتنا طبعا في السودان برضو بالضبط كده. عشان كده أنا يعني أسا أنا ما عارف الحلقة دي ولا خليها المرة الجاية إنه بعد أدينا تيزر منها كده يا أستاذ محمد، يعني ال ال عندنا لسه زي 20 دقيقة فممكن كويس. نعم كويس جدا جدا. أنا في الحقيقة يعني في الحلقة دي يعني ما حبيت أنبه من البداية، أنا اكتشفت بأنه الحلقة الفاتت ما قدرت أوصف الحالة بالكامل، ولأنه الحالة لا تتوصف بس الحالة السودانية، كان لازم أوصف الحالة في الأقليم وكان لازم أوصف الحالة العالمية زادة، لأنه نحن جزء من الأقليم، الأقليم جزء من العالم، جزء من كوكب الأرض، يعني نتأثر نؤثر فيه ونتأثر به، وده شيء طبيعي جدا جدا. بالتالي كان علي نحن لسه كمان يعني في توصيف الحالة مع شذرات بسيطة، تحدثنا عن القيم المنظومة العشائرية وقيم منظومة الغيب وقيم منظومة المدنية، لكن حنتحدث عنها في الحلقة الجاية بشكل يعني مرتب أفضل. أسي أنا اتحدثت عن أزمة اللون الأسود في كيف نشأت في التاريخ وكيف أدت إلى أنه يعني يتم نظرة دونية للون الأسود لغاية يعني المخيال ما بينتهي. أنا قبل حدثتك عن المخيال العشائري، يعني بالنسبة للزول المتمدن المخيال العشائري ما بينتهي سريع، المخيال الغيبي ما بينتهي سريع، لأنه دي محمولات قديمة وبتنبني عليها بنيات اقتصادية وسياسية في الواقع، محتاجة زمن طويل جداً ومحتاجة توعية ومحتاجة قانون ومحتاجة نضالات ومحتاجة صبر ومثابرة عشان نحن نقدر نعمل مجتمع إيه؟ مجتمع متصالح مع نفسه. لأن أي مجتمع منشق ما بيعمل حضارة، أي مجتمع مهما كان مجتمع منشق ما بيعمل حضارة. أجي لك لأنه في الحقيقة حصلت حاجة خطيرة جدا في كل أرجاء العالم، إنه الاضطهاد اللي وقع على اللون الأسود، الناس اللي بشرتهم السوداء، كان فيه استنزاف لطاقاتهم المادية وطاقاتهم البشرية عبر التاريخ. بالتالي هم ما اكتسبوا، الآن معظمهم في دول كثيرة جدا وفي مناطق كثيرة جدا ما اكتسبوا مقدرات مادية كفاية وما اكتسبوا مقدرات علمية وأكاديمية كفاية، بالتالي برضو تصرفاتهم برضو والاستيطس اللي هم عايشين فيه والبيوت اللي هم عايشين فيها والطيارات اللي بيركبوها يعني والعربات اللي بيركبوها والأدوات اللي بيستخدموها والملابس اللي بيلبسوها في معظم المرات أقل من الإنسان الآخر. دي كمان أجين بتوطد الفهم بتاع إنه اللون الأسود أقل، يعني دي مشكلة عملية يعني نعاي لها كلنا، عشان لما أجي للسودان إنه أزمة اللون الأسود هي عالمية ولم تكن في السودان فحسب، وهذا ليس عذرا لأحد. نحن بالنسبة للغرب مثلا كلنا سود بالمناسبة، حتى العرب، يعني هنا أنا والمغربي واليمني والسعودي والإماراتي والشنو القطري والمصري بالمناسبة كلنا واحد، يعني ما في تفريز، الكلام ده ما صحيح. الخواجة الحقيقي إلا الخواجات الجو سافروا وشافوا بعينهم دشنوا وكلام زي ده، لكن الخواجة الأصلي يعني الأفرج بتاع الخواجات ما قاعدين يفرزونا أصلا، وعندهم لنا طبعا يعني شنو، وعندهم للعالم داك يعني أحكام مسبقة، يعني الناس السود يمكن في أوروبا هنا الأحكام المسبقة تجاههم أقل من الناس الموصوفين بينهم عرب. لما الخواجة اكتشف إنه ده عربي، من الرشح الإسرائيلي الفلسطيني والصراعات وداعش والقاعدة وقصص زي دي، يبقى ده زول سيء سوء بطال شديد جدا. شفت كيف؟ يعني عندنا مشاكل نحن لغاية السعب بتاع السوء تفاهم بين الغرب والشرق مؤكد لتضارب المصالح ولأسباب عوامل تاريخية وعوامل روحانية وعوامل كمية ممكن نتحدث عنها في المستقبل. أنا برضو عندي شوية كلام بحثي برضو في العلاقة بين الشرق والغرب، إنسان الشرق وإنسان الغرب، ده موضوع آخر. نرجع لموضوع أزمة اللون الأسود برضو في السودان، إنه عندنا في الحقيقة الناس لونهم أسود ديل النظرة العالمية بتشمله برضو، لأنه الريتوركس الأدبية اللي أنا قلتها دي حملت برضو في رؤوس كثير من الناس،
حتى الناس اللي لونهم اسود شديد طبعا ديل عندهم اضطهاد للاخرين من اللون فاتح، لكن لانه ما عندهم مقدرات انا قلت قبيل كافيه، بالتالي العنصريه بتاعتهم بتبقى مجرد اقصاء مضاد لكنها ما بتكون عنصريه، بالتالي هي العنصريه موجهه لهم بس، يعني ما في عنصريه مضاده. عشان كده نحن في العنوان بتاعنا فوق قلنا الاقصاء والاقصاء المضاد، ولم نقل العنصريه والعنصريه المضاده، فالعنصريه حاجه واحده بس وحاجه بغيضه، واي زول على وجه الارض على فوق هذا الكوكب بيصنف الناس على اساس دمهم ده زول بليد، وده زول مؤكد يعني غير انساني وغير محترم، اقول بهذا اللفظ، لانه الناس اي بشر فوق هذا الكوكب هو مساوي في الواجبات والحقوق، وهو روح نبيله، وهو جين عاش ملايين السنين، ملايين بلايين السنين، وانه الانسان ده ينطوي على خير كبير جدا وعنده خبرات كبيره جدا جدا، لكن مرات كثيره جدا بيبرز منه شر نسبه لعوامل هو عاشها اجتماعيه او سياسيه او اقتصاديه. فنحن علينا ان نتسامح تجاه تنوعنا، تجاه الواننا واشكالنا، تنوعنا الغبلي نستثمره صحيح، لأن القبيلة دي حظل قاعدة وعندها إنتاج أدبي بالمناسبة وغنائي، وعندها إنتاج مادي ممكن تعمله في التاريخ بتعمله، وعندها محاسن وفي عندها قيم الكرم والشهامة والمروءة، وطبعا عندها القبيلة نفسها عندها سلبيات، طبعا من سلبيات القبيلة إنه الزول العشائري بيكون يعني في معظم المرات بيكون عنده انحيازية عمياء، وفي معظم المرات بيكون لا إنساني، ودي برضو حاجة ما كويسة طبعا، لا إنساني، لأنه هو القبائل بتقوم على الفخر بالعرق المحدد وبالقبيلة المحددة، بالتالي عنده نزعة لا إنسانية، مش لا إنساني بالكامل، عنده نزعة يعني ما بيعايل للناس كلهم زيه، هو أشرف أي قبيلة كده في الحقيقة، وإلا ما ظلت قبيلة، جميع القبائل، مش قبائل أشراف أو قبائل يعني محددة، جميع القبائل من جميع الأعراق أفريقية عربية تركية عندها إحساس بذات المتميزة والمتفردة. وبالتالي أنا بقول شنو هنا، أنا لأنه زي بحاول أختصر بأنه مسألة العنصرية في السودان، لأن ده جزء من العنوان فوق، أهمية شنو أنه نحن يجب أن نحارب النزعات العنصرية، لانه في الحقيقه العنصريه بتعمل حاجه خطيره جدا، بتعمل انشغال في المجتمع، جزء من الحرب الدائره الان في السودان الفيول بتاعها، طبعا العنصريه هي نفسها ما بتكون سبب مباشر، لكن هي فيول للحرب، يعني الهويه ذاتها هي ما سبب للحرب ابدا، يعني الناس متنوعين لونهم ابيض واحمر واخضر واصفر، عايشين في كندا، عايشين في امريكا، عايشين في الهند في سلام، في جنوب افريقيا عايشين في سلام، في السودان نحن في لحظات كثيرة من التاريخ كنا عايشين في سلام دون الدولة السنارية مثلا، ولحظات كثيرة في التاريخ، لكن ماذا بيحصل في لحظة ما، في لحظة الضيق بالتنوع أو محاولة سطو جماعة محددة على السلطة السياسية والاقتصادية واضطهاد للآخرين، الآخرين بيستخدموا هويتهم عشان إيه؟ عشان ينالوا حقوقهم. وفي الحقيقة الاستخدام للهوية ده إن لم ننتبه له خطير جدا جدا، لانه مثلا الجنوبيين كانوا مستخدمين الهويه بتاعتهم، الهويه الافريقيه والهويه المسيحيه، طبعا الهويه الافريقيه اولا، المسيحيه دي مجرد ريتوركس كان يعني بيعملوه لجهات ما، لكن كانوا مستخدمين هويتهم الافريقيه وثقافتهم الافريقيه اولا، لكن ماذا حدث؟ الهويه عندما وصلوا الى القصر الجمهوري في جوبا لم تحل المشكله، طوالي حصلت مذبحه كبيره جدا بين اهلنا الجميلين الدينكا والنوير، وانه الهويه الواحده ما نفعت. دائما الهويه الواحده هي لحظه الحرب. لكن في لحظه السلم الهويات المتعدده، يعني اللحظه بتاعت الاستقرار والسلام ولحظه النهضه والحضاره، لابد ان ننتبه الى لحظه الهويات المتعدده، لحظه اداره التنوع. لانه الهويه الواحده طوالي مشكله. إنه السودان أفريقي أو السودان عربي أو السودان وطن، ده كلام ما صحيح. المفترض نحن نتحدث عن إنه السؤال نحن منه، ده ما سؤال، مفترض نتحدث عن صيغة للعيش السلمي المشترك. نحن أفارقة، نحن أتراك، نحن جايين بعضنا من ألبانيا، ده تروب المناسبة، بعضنا شركس، بعضنا أمازيغ، جو من المغرب وجو من الأندلس، الكلام ده تروب، بعضنا جو من أفريقيا الغربية وبعضنا جو من الحبشة، كنا المرة اللي فاتت
وبعضنا أغباط جو من مصر، وبعضنا جماعات كثيرة جدا موجودة كانت في الرقعة الجغرافية دي منذ آلاف السنين، ولكن كل بعضنا حبش. الجماعات دي حصلت عمل شنو، اندمجت مع بعض وعملت الموزايك الشايفينه ده. يعني ما في صفاء عرقي، وما في زول تشوفه برا ده عربي ولا ده ألباني ولا إنه بقى ديل. نحن لازم نحن ندير التنوع ده، أنا هسه عايز الناس رفته ندير التنوع ده عبر صيغة للعش السلمي المشترك، وإنه إذا نحن محتاجين لعلم الاجتماع ومحتاجين لعلم الأنثروبولوجيا ومحتاجين كمان شنو للمهنيين الأطباء والقانونيين والفلاسفة وناس اللينغويستكس ما يشتغلوا سياسة بس. هسه لو تلاحظ نحن شغالين سياسة بس، الأطباء بدل يعملوا، مفترض إنه الأزمة أخذتهم بدل يعملوا شنو لقاحات لمرض كورونا ويتفرغوا للطب، إنهم لا، هم هسه متفرغين للسياسة، الأزمة السياسية لسبب بسيط جدا، لأنه نحن فشلنا ندير التنوع وفشلنا نعمل دولة محترمة يعني تستوعبنا كلنا. عندنا أزمة بشكل مستمر. أول طبيب مات لما جات الإنغاز واسمه راسخ، طبيب دقوا له مسمار في راسه لأنه في الحقيقة كان شاعر بالأزمة، ما كان متفرغ للطب. أنا حكيت بأنه المرة اللي فاتت أظنه في مكان آخر، نحن 40 مليون سوداني، يعني الناس بيقولوا دي بلاد ال 40 مليون سياسي. كلنا بنتحدث في السياسة، ولكن عندنا مشكلة، أكبر مشكلة سياسية في العالم. يعني حديثنا عن السياسة ليه؟ لأنه ما مفيد ليه؟ لأنه غير علمي، وما عندنا بلانينج للفرد، وما عندنا بلانينج للجماعة، والنقاش اللي احنا بنتناقشه مجرد نقاش في الهواء. يعني ما في بلانينج خطة محددة إنه نحن بنعمل نقاش عشان يصل لتصورات محددة عشان نقدر ننفذه في الواقع. إنما نحن كلنا بنتونس، عاملين جبنة كبيرة قد الجبل مرة، وقاعدين حولها بنشرب في الجبنة وبنتونس بس. الموضوع هو كده، وده موضوع خاطئ. يجب أن نستخدم العلم والمنهج العلمي، ونجعل المنهج العلمي شعبي، ونتناقش كلنا مع بعض وبالطريقة البسيطة المبسطة اللي بنتحدث بها دي. ودي الحلقة الثانية من سيكولوجية الزور السوداني، وشكرا لك يا أخي دكتور أنور، وأتمنى أكون قلت حاجة مفيدة، والمرة الجاية حاجيكم مرتب أفضل من كده. الله يديك الصحة والعافية يا أستاذ محمد. يا أخي الله يديك الصحة والعافية. طبعا في كمية بتاع التعليقات وحاجات هنحاول نلمها كلها، رجوا الحلقة الجاية الثالثة نتفق عليها إن شاء الله مع بعض. صراحة كده صراحة يعني تخط الأمور بسياقات يعني بتلملمها من أطرافه كلها. الواحد بيفتكر إن في البداية كأنه والله دي مقدمة طويلة، ده شنو ده الإسراف والإسحاب في والسرد من هنا وهنا وهنا، لكن في النهاية لما تتجمع كده في إنه العنصرية مرتبطة باللون، يعني مرتبطة بالاقتصاد والسياسة والباور والسيطرة وإلى آخره، وبالتاريخ طبعا. أيوة بالتاريخ. أيوة. يعني أي دارين نجي المرة الجاية برضو نكمل في الحتة دي، لأنه مثلا قال لي لا يغرنك انتصارك على الجعليين والشاقية، فهم العبيد ولا شنو؟ هم الملوك، نحن الملوك وهم الرعية. نحن أيوة. الملوك وهم مش الرعية. هم مش انت قلت في النهاية الانقسام مع الاثنين، يعني الانقسام. أيوة صحيح. أيوة طبعا طبعا، ده كله حنتحدث عنه المرة الفاتت، وأنت كوريكت. المسألة دي محتاجة صبر، وإنه لما نجي نتحدث عن سيكولوجية الزول السوداني في ناس بيفترضوا طوالي نحن مفترض نخفز نتحدث عن موضوع ما، وده الموضوع أصلا. أنت أصلا إذا ما يعني إذا ما كمان شنو يعني عرفت الحالة العايش فيها الإنسان ده، الحالة بتاعت المجتمع المحدد، والحالة بتاعت الأغليم العايش فيه، واللحظات التاريخية المختلفة من العالم المؤثر فينا، زي جبيل نحن تكلمنا عن اليهودية وتكلمنا عن الحضارات السابقة. أنا والله بس برضو تربطت في رأسي، يعني مثلا برضو القصة الخطاب الـ بتاع اسمه شنو ده المذبحه دي، الهولوكوست، كيف انهم بصوره ادبيه كده بخلوها في المخيله ذاكره متقده للناس، ودائما بدوا الناس احساس منهم هم الضحيه والمظلومين، وانهم لازم يكونوا يعني اندر فوكس. و دي مساله محتاجه تعليق طبعا، لانه مساله خطيره جدا. يعني اولا انا ما تحدثت عن انه اليهود عملوا الترميز بتاع ذم اللون الاسود، لانه أيوة. كانوا مظلومين في لحظتهم التاريخيه فعلا، وكانوا مستعبدين فعلا،
بواسطة جماعة كان عندهم سلطة مادية وسلطة معنوية وسلطة روحية طاغية أكبر من ما يعادل الحضارة الغربية وما تراه من أمريكا الآن عشرات المرات. كان مقدرات في زمنه هائلة، يعني أنت لا تستطيع أن تفعل أي شيء أمامهم. وهم استعبدوا اليهود، واليهود تم استعبادهم أيضا بواسطة نبوخذ نصر في بابل في وقت آخر. وفي الحقيقة لما جاءت الحضارة العربية الإسلامية وبدت تنهار في لحظة انهيارها، كانوا اليهود عايشين في لحظة الازدهار بتاعه في سلام، لكن بعد ما انهارت الحضارة وبقى في عدم استطاعة لإدارة التنوع حصلت انتهاكات لهم ورحلوا إلى الغرب. أولا رحلوا إلى إيطاليا وعملوا البنك، كلمة بنك دي عملوا البنك اللي هو الاستلاف الفلوس بأرباح، تسليف الفلوس انترست بأرباح، لأنه ما كان مسموح لهم بالزراعة ولا الصناعة، وما كان مسموح لهم بالامتلاك في إيطاليا. كانوا أعداد آلاف العشرات الآلاف في إيطاليا، وقاموا تم اضطهادهم في إيطاليا ورحلوا إلى ألمانيا. رحلوا إلى ألمانيا في حوالي أعدادهم زي 600 ألف تقريبا في لحظة من التاريخ، قول سنة 1600 1700 في الوقت ده، أو أبدر بعضهم أبدر شوية. وفي ألمانيا لأنهم بيشتغلوا بالأموال واشتغلوا بالذهب، وهذا مشروع، لأنه نحن لا نقول شيء، لأنه كانوا محرومين دائما من الأعمال الأخرى والممتلكات الأخرى، لحد ما جاءت لحظة من التاريخ سيطروا سيطرة جيدة على الاقتصاد الألماني، وبالتالي الانديجنس جروبس الألمانية كرهتهم. لما جه هتلر في الحقيقة فعلا تم التبشيع بهم من جديد في التاريخ يا جماعة، كانت بشاعات، نحن كلنا ندينها كما ندين كل البشاعات التي حصلت للآخرين. تحية ليك، وده حبيت أعلق شكرا عليه. لك، شكرا لك، شكرا لك أستاذ محمد، شكرا لك، شكرا ولحد جزيلا المرة الجاية إن شاء الله، يعطيك العافية حبيبي، شكرا يلا. جزيلا. تحياتي لكل الشباب معاك، و